حقيقة المعارك في الأوضة الشرقية لم تتوقف منذ سنة تقريبا، منذ معركة الله غالب التي كانت على الجبال المطلة على الأوضة الشرقية، ثم تلتها معارك منطقة المرج، حيث كانت قوات الأسد والميليشيات الداعمة له تقتحم وتشن حملة عنيفة طبعا على تلك الجبهة بالتزامن مع معركة الله غالب. وبدأ النظام بالتقدم شيئا فشيئا وقضم المناطق في منطقة المرج والأراضي الزراعية الموجودة في تلك المنطقة، إلى أن سيطر على القطاع الجنوبي بشكل كامل، قطاع جنوب الغوطة طبعا، وبدأ أيضا الدخول على شكل رأس حربة في المناطق الشرقية من الغوطة الشرقية، بدءا من البحارية إلى ميدعى إلى حوش الفارة، وصولا مؤخرا إلى أن سيطر على رحبة الإشارة في بلدة الريحان أو ما يسمى رحبة 533. طبعا الهدف من هذه الحملة السيطرة على ما تبقى من الأراضي الزراعية والسلة الغذائية للغوطة الشرقية، إضافة إلى إطباق الحصار من جهة بلدة الريحان وأيضا من جهة مصح الوليد، وبالتالي بسيطرته على بلدة الريحان وأيضا التحام الطرفي التمركز قوات الأسد والميليشيات الداعمة لها في مصح الوليد، تكون هنا قد حاصرت قواتنا في بلدة أو عفوا في تل كردي ومحيط سجن النساء. طبعا هذا المخطط الذي يسعى له أو تسعى له قوات الأسد، لكن إن شاء الله تعالى لن يتحقق هذا المخطط، ونسعى جاهدين إن شاء الله تعالى إلى إفشال هذا المخطط. طبعا قوات الأسد والميليشيات الداعمة لهم منذ 5 أشهر تقريبا انفردت بالجبهة الشرقية والشمالية الشرقية والشمالية حتى للغوطة الشرقية، في حين أن الجبهات الأخرى يمكن طبعا القيام بأي عمل لتخفيف الضغط، القيام بأي عمل عسكري طبعا لتخفيف الضغط عن الجبهات الأخرى، لكن هذا يعني لم يؤتى أو كله بشكل حقيقي حقيقة. والدليل على ذلك أننا في أثناء معركة ذات الرقاع 4 تم أسر عدة عناصر من القوات الأسد التي كانت مشاركة في تلك العملية، واعترفوا بأنهم هم عبارة عن مجموعة تم سحبها من جبهة جوبر لمؤازرتهم في هذه المعركة. وبالتالي من هنا يمكن أن نقول بأن المعارك أو عفوا الجبهات الأخرى هي جبهات بالمصطلح المعترف عليه أنها جبهات نائمة، لا يوجد بها أي عمل لتخفيف الضغط عن الجبهات الأخرى، وبالتالي فإن الغوطة حقيقة الآن يعني تعيش نوعا ما بشيء من الخطر المحدق بها عسكريا، في ظل تقدم النظام وبظل الحصار المطبق أيضا على الغوطة منذ 4 سنوات، لم يصلها إمدادات، لم يصلها دعم عسكري أو لوجستي أو حتى غذائي، في ظل أيضا ضعف الإمكانيات الموجودة بين أيدي المجاهدين، فهم يعملون ضمن إمكانيات محدودة، ولكن نسعى بكل جهودنا إلى وقف هذا التقدم وصد هذا الاقتحام وقضم هذه المناطق التي تقوم أو تحاول قوات الأسد والميليشيات الداعمة لها بالسيطرة عليها في الغوطة الشرقية إن شاء الله.